الثانية. أنا بتمنى والله إنهم يشتغلوا عن ضخ المياه من حوض الأزرق المائي، وأن لا يا حكومة تحطي لنا مفاعل نووي، نفر لا تحطي مفاعل نووي على حوض الأزرق نهائيا، لأنه بدهم يحطوا عند قصر عمرة وهي على الحوض المائي. هذا الحكي اللي احنا ما بدنا اياه، بس هذا اللي نتمناه.